سامسونج جالاكسي نوت 20 الترا نسخه السناب دراجون ال 865 بلس. اول برنامج يعمل لها الانبوكسنج، ما تعملهاش انبوكسنج قبل كده للتليفون دوت بمتعلقاته الزياده عن السوق او اللي بينزل بالاكزونس. احنا اول ناس هنعمل ان شاء الله باذن الله الانبوكسنج بتاعها والريفيو ان شاء الله باذن الله. خليكم معانا وتابعونا عشان الانبوكسنج بتاعها، خليكم معانا. أعزائي المشاهدين، أخباركم إيه؟ إزايكم؟ يا رب تبقوا بخير. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناة ثاندر للتكنولوجيا والمعلومات. إحنا القناة الوحيدة اللي هتنفرد بالأنبوكسنج والريفيو إن شاء الله قدام بالنوت 20 ألترا سامسونج النسخة السناب دراجون 5G. النسخة دي 12 جيجا بايت رام و256 انترنال. نعتبر احنا الدولة الوحيدة او البرنامج الوحيد اللي هيستعرض الانبوكسنج والريفيو ان شاء الله قدام للنسخة ديت. وبصراحة مش هكدب عليكم، انا كلمت موقع رائع جدا اسمه شوب ذا وورلد، الاستاذ احمد حسن، ومن هنا بصراحة بوجه له شكر جامد جدا على التعاون بتاعه والامانة والفاتورة اللي ادهاني بصراحة بالمبلغ اللي جالي دوت. جدا 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 على التعاون بتاعه، وانسان خلوق وراجل محترم يحتذى به فعلا. النهاردة ان شاء الله باذن الله في حلقتنا ديت احنا هنعمل الانبوكسنج بس للنسخة اللي قدامنا، وان شاء الله باذن الله بعد التجربه ان شاء الله باذن الله هدي لكم او اعمل لكم الريفيو. النهارده قدامنا النسخه اللي جابها لي استاذ احمد حسن، دي النسخه اللي هي الصيني 9860 ان، اللون برونز، وبالنسبه للمساحه الداخليه او الانترنال 256 جيجا بايت ورامات 12. جايالي المنظر دوت الشياكة ده، خليكم معانا عشان هنستعرض دلوقتي الان بوكسنج بتاع. قبل ما ابدا الاستعراض مش هنسى اقول لكم يا ريت سبسكرايب للقناه وشير، انا محتاج 1000 سبسكرايب ضروري، ياريت الدعم بتاعكم عشان نقدر نستمر كمان وكمان ان شاء الله باذن الله ونقدر نجيب لكم كل جديد. دلوقتي هفكركم تاني، دي النسخه اللي هي الصيني او الامريكان اللي هي نسخه النوت سامسونج نوت 20 الترا 5G السناب دراجون 865 بلس. هنبتدي دلوقتي نستعرض. النسخة دي بتيجي بالجراب بتاعها اللي معاها، هوريه لكم دلوقتي. ده الجراب بتاعها والكابلات، جراب شيك جدا، شيك قوي من سامسونج. ده الكارت بتاعها السيريال نمبر. الشارج بتاعها بيجي في ديت، الشارج بتاعها الفاست شارجر، ده الموديل بتاعها، الشحن 25 واط،
الكابل بتاعها معروف طبعا، مش محتاج ان انا اطلعه بس معروف بتاعها. نسخة دي السماعات بتاعتها من AKG. وغير كده العلبة بتبقى فاضية. النسخة بسم الله الرحمن الرحيم. واو يا جماعة، نسخة رائعة، نسخة جميلة جدا. كتب عليها على فكرة حماية كتير جدا. ناس سألت لي فين المايك اللي ورا، فيه بيبقى هنا مايك اهو يا جماعة، المايك اهو. محدش على فكرة عمل ريفيو للمايك ده ابدا، اهو المايك اهو. شايفين الفتحة دي؟ شايفين الفتحة دي؟ الفتحة دي هي دي المايك الخلفي. محدش يعرف ابدا ولا حد استعرض ابدا ان هو ده المايك الخلفي. هي فيها 3 مايكات، ادي المايك الخلفي، وادي ده مايك، وادي ده مايك امامي. 3 مايكات، محدش خالص استعرض ابدا وقال ان هو ده المايك. انا بعمل عليه فوكسنج عشان تشوفوه. ان شاء الله باذن الله هنجرب تليفون ان شاء الله، وهنشوف قدراته وامكانياته ان شاء الله باذن الله. بعد ما هنجربه ونشوف قدراته وامكانياته هعمل لكم ريفيو كامل عنه وعن النتائج بتاعته اللي موجوده. يا رب تبقى حلقه النهارده عجبتكم، وما تنسوش دعمونا بالسبسكرايب والشير والكومنتس. لو ليكم اي تعليقات اللايك. ما تنسوش يا جماعه توصلونا ل1000 سبسكرايب، انشروا الفيديو ده. احنا اول فيديو عربي هيستعرض انبوكسنج وريفيو لنسخه السامسونج النوت 20 الترا 5G، نسخه السناب دراجون 865 بلس. عجبتكم وما طولتش عليكم، وان شاء الله باذن الله في حلقه جديده ان شاء الله باذن الله. في امان الله والسلام عليكم.